كمان يا حبايبي يا قلبي، مش بس تشوفوا شيخ لابس لفة هروب نفس الأسئلة، يعني بعدها بتنسأل نفس أسئلتكم إياه معركة أحد. والله في أمور أهم وفي قضايا مصيرية تستناها الأمة، ويا ريت تأخذوا رأي الشرع فيها. يعني من أيام ما كان عندنا تلفزيون توشيبا أبو ثلاث طقات، وعمال ما تيجي عندنا غير تا نربط الأنتين بقلن زيت قلي فاضي، ما أعرف شو السر بس هيك كانت، والأسئلة نفس الأسئلة. مشان هيك وعشان أوفر عليكم بدي أجرد لكم كل الأسئلة المتوقعة والمقترحة لهذا العام عشان ما ترجعوا تسألوها مرة ثانية. بسم الله. أول شيء، قطرة العين ما بتفطر. فتوى ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين الله يرحمهم، الكحل ما بفطر كمان حسب ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، بس يعني مش لاقي واحد يتشحل يطلع الصبح على الناس، يعني عادي بدون كحل بتزبط معك. قطرة الإذن ما بتفطرش، بخاخ الربو بفطرش، التحاميل حيشاكم هالطاري بتفطرش، بخاخ الأكسجين بفطرش، إبر الأنسولين بتفطرش، إبر البنسلين كمان ما بتفطرش، شم العطر بفطرش، رشة على الجلد بفطرش، تحليل الدم ما بفطرش، السباحة والغوص طبعا ما فيش عندنا مي بتفطرش، المضمضة بتفطرش بس مش تروح تطرق على نص البريق وتقول مضمضة هاي. قطرة الخشم بتفطرش، مطر البراطم كمان ما بفطرش، المسواك العادي بدون نكهات اللي بنباع بالمحلات هذا بفطرش، بس مش تجيب واحد انعنع وظلك تصمت فيه للصبح، هذا بفطر هيك. شلع الطاحونة، الترعيف بفطرش، دواء الغرغرة ما بفطرش، معجون الاسنان ما بفطرش، المراجعة عن قصد وبدون لا عن قصد بتفطر بس بدون قصد ما بتفطرش. الأبر الوريدية والعضلية والجلدية بتفطرش، ماشي؟ اتفقنا؟ خلص مش ترجع تسألوهم نفس الأسئلة. بس اللي بفطر عاد الأبر المغذية، المراجعة عن قصد مش أنك تفطر تقول والله أنا مريض ومش قادر، لزقات النيكوتين بتفطر، المالبورو الأبيض بفطر، المالبورو الأحمر بفطر، القلواز الوينستون كل السكاير بتفطر، شم البخور بفطر، المقلوب على باذنجان والله بتفطر، المقلوب على زهرة كمان كل الأئمة قالوا بتفطر. هاي الأسئلة بتتكرر كل سنة وجاوبناكم عليها. ظل شيء العام الماضي، والله يا جماعة سمعتوا بإذن هاي، واحد بقول يا شيخ والله أنا بعطش برمضان، بالله عليك هذا سؤال؟ يعني شو متوقع يفتي لك تشرب لتر ونص 7 أب ويقول لك كمل صيامك؟ لا، في واحد سأل أنا بس أقف بدوخ يا شيخ شو أسوي؟ شو تسوي إذا لا تقف إيش ما بتدوخش؟ كمان يا حبيبي يا قلبي الأمة العربية كلها لو تقف بتدوخ، يعني إيش معناها هي وقفت عليك؟ واحد بسأل ما حكم لمس الكولر في نهار رمضان من غير قصد؟ إذا شو هالسؤال؟ ما حكم لحس الإصبع عن تطبيق حبة القطايف؟ إذا عادي 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 هاتون الثقيل يعني أظل كلهن جوجلهن بطلعن لحالهن، يعني ما فيش داعي تسأل شيخ عليها. ولكو هاتون اللي ما بتجوجل مشان الله، يعني ببوس أيديكم يا جماعة ركزوا بالمهم. اسألوا للشيوخ مثلا شو حكم سرقة البلد وإفلاسها وإيصال مديونيتها ل 27 مليار؟ ما حكم من يورث المناصب الحكومية لأبناء الذوات ويحرم أبناء الفقراء؟ يعني خليها بالفصحى كمان عشان توجعهم. ما حكم من ابتلع الموازنة عامدا متعمدا في نهار رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة وذو الشحدة؟ اسألوا هيك.